صلة الرحم غتكون كاينه. غير هو المفهوم ديال صلة الرحم كيبان ليا تبدل بالوقت، يعني شحال هذه مع دابا، وبالخصوص يعني في ظهور هاد وسائل التواصل الاجتماعي والكثره ديالها اللي ولات الناس دابا ولات يعني بحال نقدروا نقولوا ما بقاش عندهم ذاك الحافز كبير، مثلا يمشيو عند العائله صافي كيجبد التليفون كيسول في هذا كيسول في هذا، قليل اللي ولا كيمشي عند العائله دي يعني كيزورهم يعني هكا للدار وكيجلس معاهم، يعني ولينا ربما كنفتقدوا لهذا النوع هذا من صلة الرحم، يعني بحال نقدروا نقولوا يعني التكنولوجيا بحال هي سهلت من واحد الناحيه يعني الماموريه ديال صله الرحم، ولكن في نفس الوقت ما بقاوش داك الاجواء الحميميه اللي الناس كتجلس هكا مع العائله وكتجمع. كتلقى بعض الاحيان واخا العائله كتمشي كدير صله الرحم مع العائله يعني ديالها الاخرى، كيمشيو لعندهم وكيجلسوا كل واحد كيشد التليفون، فيعني نقدروا نقولوا يعني صله الرحم ربما خاص يعني الانسان، يعني هي في الدين ديالنا يعني لابد خاص تكون. صراحه بخصوص يعني جوج خوت مثلا دابزين وحنا دابا الحمد لله يعني في هذه العواشر المباركه، وبالخصوص يعني دابا حنا في هذا يعني عيد الفطر، يعني الانسان ضروري يزور الاحباب ديالو ويتسامح، لان يعني الدين ديالنا كيدعي للتسامح وما فيها باس، يعني الا كانوا مشاكل ربما الانسان يحلهم بالعقل. وعواشركم مبروكه كنقولها لكم من هنا على الامه الاسلاميه جمعاء وعلى المغاربه خاصه. لا الحمد لله حنا في المغرب باقا الحمد لله، ميم واخا ما كتكونش واخا ولا غير بالتليفون الناس اللي بعاد، ولكن على كل حال موجوده الحمد لله. هنا لا يخطي عندنا في هذه البلاد هذا، الله يهدي ما خلق راه غير الشيطان، الله يهدي ما خلق راه هما في الداخل ديالهم راه خوط راه حباب، راه ملي تجي تسولو راه تلقاه ما كينعش، ولكن راه الله يهدي ما خلق. يعني صلة الرحم ما عندهاش علاقه بالاعياد ولا بشي حاجه اخرى، يعني صلة الرحم عندها علاقه بالعائلات مع بعضياتهم، واش فهمتي؟ يعني صلة الرحم عندها كما قلنا عندها علاقه بالعائلات مع بعضياتهم وبالمسافه، كتبقى يعني المسافه واش الانسان كيكون بعيد على عائلته ولا لا، واش قريب، واش العلاقه يعني مزيانه. والعيد كيكون غير واحد السبب انه سواء عيد سواء رمضان سواء اي مناسبه كتبقى غير واحد السبب كتحافز كتخلي ان الانسان يمشي عند العائله ديالو ويشوفهم، وهذا الشيء اللي كاين. اللي كيقدروا يكونوا مشاكل يعني خصوصيه بيناتهم، مشاكل عائليه اللي ما نقدروش حنا نحكموا عليهم، فهمتيني؟ يقدروا يكونوا مشاكل ماديه، يقدروا يكونوا مشاكل عائليه، مشاكل مع الوالدين، يقدروا يكونوا بزاف ديال الحوايج، ولكن ما حنا شنقول لك ما عندناش واحد التدخل في هذا الموضوع هذا. صله الرحم ما بقاش كيف ما كانت، غدا كتنتظر ماشيني غدا كتنتظر، يعني صله الرحم ولينا كنساوها ما بقيناش كنعرفوا المعنى ديال صله الرحم. هادشي اللي كاين، الناس اللي ما بقاوش كيصلوا الرحم كنتمناو من الله عز وجل باش يهديهم الله، ونتمناو يفيقوا نفيقوا نفيقوا المعنى ديال صله الرحم. لما سمعتيني يعني نفيقوا نفيقوا نعرفوا المعنى ديال صله الرحم. سمعتيني هذا الشيء اللي كنفتقدوه وافتقدناه بزاف، وافتقدنا العديد ديال 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 الحوايج من صله الرحم. نعم. ولا ما صرتش الرحم شنو الدور ديالي في هذه الحياه هذه؟ ولا ما صرتش الرحم ديالي شنو الدور ديالي في هذه الحياه؟ لا شيء. يعني انا انعدمت. هذاك ابليس نعله الله، ابليس كينفخ في هذا وكينفخ في هذا، وكاين الكبر. الا تحيد منا الكبر غنوصلوا جميع الاهداف. فهمتيني؟ في الحقيقه انا من موريتانيا، وصله الرحم مهمه لان يحث عليها ديننا الاسلام، لان عليك ان تزور جارك وتعرف حال جارك والاغرباء، لان في الحقيقه للاسف المدن اليوم والانشغالات جعلت على الناس بعض الناس يفرط في ذيك الامور، ولكن هي مهمه. علينا ان نحافظ على اسلاف تقاليد اسلافنا وديننا الحنيف واخلاقنا، الا وهو صله الرحمه بين الناس، لانه اجر لا يستهان به. لا، قبل الموت يجب العفو، يجب المغفره. هذا هو اللي يحث الدين الاسلامي عليه، أن نكون متسامحين، متصالحين، منفتحين على الآخرين. راجل من المعول من المولى عز وجل بعد هذه الداء كوفيد أن يقلب المنطق والعقل ونتجاوز هذه المراحل الصعبة كلها. تنقول لهم الله اطلبوا الله يقبل لنا هذا الشهر المبارك إن شاء الله، ويدخل عندنا هاد العواشر هاد العيد هذا بالصحة والهنا، والناس اللي مريضة الله يشافيها، والناس اللي ما عندهاش الله يعطيها، واللي عنده الله يزيده،
ومبروك العيد للجميع. السلام عليكم خوتي عواش، مبروك المغاربه كاملين، تنتمنوا لكم عيد مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وما تمنيتو في خاطركم. ساعه مبروكه خوتي، تحياتي للمغاربه كاملين. السلام عليكم عواش مبروكه المغاربه، والله يدخل علينا، الله يدخل علينا هذه العيد هذا بالصحه والسلامه وراحه البال المغاربه كاملين، وتنتمنى واخا ينقصوا لنا المواد الغذائيه شي شويه، راه قضيه قاصحه. السلام عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.